بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فرق واكيت ضباط كمذا من التنوير لبعض مسائل التكفير مسألة صدحات كساب سنيت عقلك علاقة ولا لها كفر تكفيرك يا شلي نودن بيي شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بارمنا وحي يعني دور نقل كسو قلنا كدبنا كقدبنا إن شاء الله تعالى ون خلاصة إنه صدح هذه المسألة وحيانه كسو مري إن شاء الله تعالى شغل الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحبا ضنبا الله تيريا وسان شغل كل هاي علومة المسألة آدي آد وقضاء لغي أما بحثي فرنقيون وكتشرا إن أصغى كغفي عنه باب كان أصغى قرن من المتاخرين تا كلية شيخ الإسلام ابن تيمية وحو كدغ كفر تكفير كلام مري وكدغ سمعك وعقابته أما تعذيبك إيو كفر كتعلق كفر التولي والطاعة كشقل له ورسوش كحرا ونبغى إن لا أدعي وايو وحي كحرن تاي إن أصغى ورطة الله صوت درود أصغى أرقته وبراته دوغاته بي كحرن تاي مركا هلكا كفري أمبو سمعي كدغا وحي أم شرائد كتعلق أما رسوشة كتعلق أيو كدغا أما غيبيات كأن لقوه غان كرين إلا بالوحي والسمع موين أما وحي كالي مسألة التحسين والتقبيح هو زقية بل وحوق شيخ رحمة الله تعالى عليه جميع الأدلة إن عقليتها يبقبه سكدا وحكا الأدلة ورنب وعقل أيود هذا هذا الكيس يقول بعد أن يقول بالله أنه حسوقري هذا الوليه الرازي وكذلك ذكر الرازي وغيره أن السمع المحض لا يدل بل لا بد من العقل وهذا صحيح بوري فإن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء كتاب النبوات مجلد ككوبات شن بقولي أفرتم بسدا كوري الرازي أبو عبد الله الرازي أبو حجري سمعك محدك وأخبارت أنبيضة خبر الله سبحانه وتعالى بمجرده وحمته صبا دليل بمن نقضه إلا بل لابد من العقل عقله وإنه فهم خبرك أو حلو شيء وقرته أو أسوق دراندري أو تحليليه أمراتك وقدبه هذا قصر الشيخ إنك الليلة هذا الرازي شيخ حلو وهذا صحيح ورنتي أو عقل سمع محض لا يدل شيئا فإن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء عقل وشرط بويا جميع العلوم عقل الآن وحل ما أنكره ملك وكذا لنبوتك يريها الدلة جميع الأدلة العقلية وصحيح حتى دليل كوضعك وحل وقاني وبالعقل بتكفى ما يساوي لغو تحليلني مر لبعض وحولي مركم مساوي التحسين والتقبيح كهلا أعدل الأقوال أن الأفعال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريمها وأن ذلك قد يعلم بالعقل لكن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يفرق سبحانه وتعالى بين نوع ونوع النبوات مجلد كلابات لح بقول تضباطا يلح وحولا يعدل الأقوال مثل التحسين والتقبيح قولك أقو صوابسا أقو حاثسا حق أقو دوحاوي إلا أن الأفعال مشتملة أفعاش ومشتمل على أوصاف وحيوضة تاحن بارسان تاي تلمامو يو أحوال بيليداي تقتضي كين يحسنها ووجوبها وحا كين يفعلكو إنو نقضى فعل حسنة أما قبيحة ووحا كحيرا إحالة وصفية معنى وتقتضي قبحة وتحريمها تيرمحو كل حسنها ووجوبها تحسين يتقبيح بسماها وإيجابي تحريم بشغو قد إيجابي تحريم وتقتضي قبحها وتحريمها وحكيني أوصافتها كحيرا فعلك إن ليلة وحيها وانا حارا وأن ذلك قد يعلم بالعقل حسن الفعل ووجوبه إيو قبح الفعل ووجوبه وتحريمه وحلقه وانكرا عقل بلقه وانكرا أن حسن العقل ووجوبه وأن تحريم العقل الفعل وتحريمه عفوا قبح الفعل وتحريمه حلقه وانكرا بالعقل وحول لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة مسألة التعذيب وحولها مسألة سمعية مرصد حاذ وحوليها وبمجرد العقل قد يعرف الإنسان أن له خالقة
ويعرف بعض صفاته، وأما تفاصيل التي جاءت بها الرسل فلا يعرف إلا من جهتهم. مسيشرع وعيري عقلي كلي بلو آدمه كقرنك إليه إنه خالق ليه هي خالق أبو ره ربي صفاتك سقيبك همذا وصفات الذاتية وكلي وعقل وقرنك. أما تفاصيلها أنبيذ لي مادين وحاول لقوا قرنكرا من جهتهم. جامع المسائل مجلد كتضبات صدح بقوله تضبات مروكها الله يي إلهي حجدي سؤني أضو ماذا كقم يسبب بمجرد العقل في مسألة الشرك والتوحيد وحيينه. وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطان الشرك. آيات القرآن أي حديث مقصوى الله وحيوري أي حديث ثاني أيضا وحيكيني عقل يا أي كقرتين توحيد ككل جيبة حجة في بطان الشرك. شرك إنه باطل يوسن دين أين عنا لقعد وردان وحلو قرن كرا بمجرد العقل. لا يحتاج ذلك إلى رسول أرن كان الرسول مبهانه فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد. لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليه. إلى أجيري إلى أن قال فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لأنه عارف بأن الله لا شريك له فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك، بل ما قام به ما يستحق به العذاب دار تعارض العقل والنقل مجلة سيديادات أفر بغل سلاشين يكوبوا سيداكل. وهذا العضوات أركيسان وليه هاي مجرد العقل بالغو قرمنا يا إنه شركك باطل هاي توحيدك إنه حقي هاي رسوشنا وحي لي ما دين يا توحيدي حقي وأنا قال ما قرتين بها دان عقلك هرام بغوشا أوصن دارين سنين سن أقيل أو بطلان الشرك وقبحه أوصن هاي المسألة مقرر في الفطر والعقول. حسن التوحيد ووجوبون أوصن هاي المسألة مقرر في الفطر والعقول. مركز وحوري آخر مكلا توقف بن آدم أسر جليس أما لقيه لمجر إنه يلاده أنا وهوش ما بقرني إني بشركم إنه حني هاي توحيدكم وراسين ما بقرني أما الدم بوان ما قل أباه بان يا جلي أو يا شو أنا وانسك راعي وانسك تقليدي محايا لي وحوقي هاي وروح آدمها إنه بأن الله ربه لا شريك له إنه الله ربيجي هاي الشريك نوصل لهين، فلم يكن معذورا في التعطيل صفات كلاهي إنه إنكر الروح لو قعدوا دارما ولا الإشراك إنه لوية لو شريكي له، بل وحو السمائي وعذابك كم ضن هيابور، بل قام به ما يستحق به العذاب، قفك وحلاقيها لو وحو كم ضو عذاب، أما إيقاعي عذابك دعدي سوى مسألة سمعية. مرشنا ذو حلي الشيخ في الأدلة العقلية التي تستحق أن تسمى أدلة عقلية على المطالب العالية الإلهية، وهي الإيمان بالرب تعالى والإيمان بكتبه والرسول والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح الذي به يسعد الناس وينجون من العذاب في الدنيا والآخرة. قد دل عليه القرآن أحسن الدلالة وبينه أحسن بيان، بل ضرب الله في القرآن من كل مثل، وجميع ما يذكره الناس في هذا الباب متكلمهم ومتفلسفهم ما كان فيه حقا فقد جاء القرآن به وبأحسن منه على أكمل الوجوه. بل ما جاءت به النبوات في التوراة والإنجيل من المطالب الإلهية جاء القرآن بها وما حرفها. فكيف وهذا بيت القصيد، فكيف بالأمور التي تعرف بمجرد العقل من غير وحي من السماء في هذا الباب؟ فإن معرفة هذه أيسر. تلبيس إبليس عفوا بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية مجلد كسديدات شنبق اللواتني سديد وإمامك حولي هذا القرير والقرتين أدلة عقلية أم مضن إلا إذا أدلة عقلية كتوصي يسأل المطالب العالية الإلهية مطالب العالية الإلهية محلقة وهذا مسائل كالدينية سراء الله تعلق اللوجة وآه إلهي للرمائيو كتب تيسير رسوش الله الرمائيو مالك قيام الله الرمائيو عامل صالح اللي ما دو آخر لقبت بادة جنة لقبت النار لقبت بادة انت مطالبت الهي قياس الرئيسي قيمها بدان قرآن كاتوسي عديي احسن بيانه واحسن الدلالة وحوال بي كل شيغان متكلمين تو اما فلاسفة ادلة كل شيغان اما ايضا لعان قرحيان قابك قرآن كم مسائل كاوش حيبا كقرحسن كان رمي استرامبول سيك استبان نقطي وحويلي انت ابا دو قرآن كل شيغان كورن بول مسائل كالغو قرنه بمجرد العقل حتى انبيان وبانين كورن ايوك. فكيف بالامور التي تعرف بمجرد العقل من غير وحي من السماء في هذا الباب او قصر
باب المطالب العالية الإلهية كسابسا حرف إن معرفة هذه أيسر مركا قد يضى قاف كاسو شرحي وحكله شيخ يري مر لحات. وقد أخبر الله تعالى عفوا ولما كان السلف سلف هذه الأمة عالمين بغايات العلوم العقلية والسمعية وعالم تلازمها لم يكن بينهم تنازع ولا تعارض. وقد أخبر الله في كتابه بما دل به على أن كل من العقل والسمع يوجب النجاة. عقلية هي السمع خبر كأنبياء وحي مدول بوح واجبنا يا إن بدبادو نار كبدبادو هذا كرنا قانت عقل وح كأمر يوناكسن كان الله حتى وح حون عقل وكاربي. قال تعالى عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن مجرد العقل يوجب النجاة وكذلك مجرد السمع وبحروف الشيخ آياتها القرآن وحيكو تسين مجرد العقل أذكر قانتو أي واحد كقبت باديسا نار كوني قليسا جنو مجرد السمع نسيده كله. ومعلوم أن السمع لا يفيد دون العقل وهذا الشيخ لوك يقول إنه سمع كله وحبه فإذا إلا له عقل هذيك مجانين حق كل دونتين سبيانتي مجانينتي بايمتو وحيني كلا ساروا معي وحد يقول لقو تكليفي حلك لقو صار مسؤوليات كوا معي عقلي بالله. فإن مجرد إخبار المخبر لا يدل إن لم يعلم صدقه قفك إنه وركه شيخ وحوكو مطره قفك وركيسه وقرمه قطره ومركز أكت إنه رون شيخي قفك إنه رون شيخي إنه صدقه أنكرته بالعقل وروا البول الشيخ اللهم قاتل محلقه قاتل وركه قيمة كويشة إنه قفك مخبر كأوي هاي صادق رون لوة إنه رون لوة رون كوشيخي صدقه أنكرته. ما يد قرآن قرآن إذا كان رم بشيء كقاعدة إن كان بين بشيء إسكا إلالي أبدا واحد وحكو تحليل أتكوك لبران صادق إيوه متنبئ كاذبك وعقلك. وإنما يعلم صدق الأنبياء بالعقل أنبياء هم إن الشيء يعني إيوه إن كان متنبئ مسلم وكلاوية وحلوك لقرتها بالعقول جامع المسائل مجلد كشنات لو بقول سديتني سديت مرلح سديدات وحوله الشيخ. وإن كان وحكسوها اللي ذنوبتي رسالة كوه الرسي كوه كدنبي. وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة وإن كان قد فعل هذا أدوية هي مثل محرماتك وترك هذا واجباتك عقلك أنا كتك قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه فاعلا للسيئات المذمومة وتاركا للحسنات التي يذم تاركها كان ثابتا قبل ذلك ما تقدم. قفك إنه واجبات كتغي حرامي قبائحنا كل عاي تنعي وكم مضيّة هاي مدن أمان كم مضيّة محلوة وقاذي بالعقل لكن عذاب كين اللي قلت ذو حلوة وقانيا بالسمع. مجموع الفتاوى مجلد كوي الطبنات سديد لحبق والسديد نيشان مرسى قالت سديدات ويا مرق نقل هذا نقل بانصومر كي سديدات مركو كسو الله بحث دير وكسابسن رسالة إيو تحسين كالتقبيحة إيو بنادو سيد كوكو خلافين وحول هذا يربان كسو قادي. فاسم المشركي مشرك مقع عيسو مشرك مقع الليل هذا ثبت قبل الرسالة وصف قاسي اسم قا فاعل يوحي لغا كيان وردان وحسونان إيا قبل الرسالة. فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول. ويثبت أن هذه الأسماء أسماء المشركين الكافرين الظالمين المفسدين طغاة وحي الله المالة مقدم عليه على الرسالة أسماء أوصاف وحكوه الرية ورسالة وكوه الرية. وكذلك اسم الجهل والجاهلية إن الجاهل اسم الجهل الجاهلي وكوه الرية قبل الرسالة يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب فلا إن ليس كل عذاب يضوى قنبر ومسألة سمعية معايا إلي عقوبة جريمة دمي لقاء قوي أحد كأذكرك شاء الله إسكالي ونكو عفين كرا ونكو عقاب كرا لأن العفو يجوز على الكريم في موضوع هذه لدينا وام حيوة من كمال الأخلاق والصفات هذه مالو صلى الله لدينا وام حيوة خلاف الحكمة والعدل. مجموع الفتاوى ومجالك اللاباتنات صدنا يستيد بكفيرين كرتان هذا الكالي يرعى مرسى قال الشيخ حولي. فإن الكافر لا يخلو من أن يتصور الرسالة أو لا قال كسيدي يسوب الله من بدأ رسول ما يرسول شيء وحي الله الشيخي أنبي الله الشيخي إنه صورته فهمي إنه سفهمين ورنا أبو سنهين بأ
فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها وعدم إيمانه بها، كما قال تعالى ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. شيخ الإسلام تيمشى إذا بركس وقعد إذا وسكعد وعود كفر وبقى بسنا لبو كفر معذب عليه إيوه كفر أن لسكع عذابين وما لفظون قشي يكون نقضي وذاته وذات كوح وحسن وحمس وقمت تيرين جري. إذن هدو يهي نما رسالة صورننا وكافر جاهلة وغافلة، هدو يهي صورتين هدو وكافر معاندة، لكن كفر أن لسكع عذابين وحوي مادة بعد الرسالة وبلغ الحجة. كفر قال لسكوع عذاب إنه محوي مادة قبل الرسالة، قبل الرسالة وبعد الرسالة الله بضو وحاطه كافر مشرك باطاي أن مؤمن هاي، لكن عدوك لا تجلس مرة وحاد مضطا إن لقوا عقابا مرة وحاد مضطا إن لقوا امتحانا والرأي الشخص نام تمي سيس وحوقبا عذاب مرضى عي الله في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإرسال الرسول. ضد كان أرسال أي كسو قارن أدونك آخر ما كيتقان حلو دريا رسول امتحان بين مرية. هذا الكلام مركا أن كده إنه مركا هذا الشيخ هو عدي وقرري بتحسين تقطع ورافي وحو قرري وجوب يتحريم وجوب يتحريم أيو كان ولو وحو كان أيو يري تعذيب ككلي أم بسمع وحك الله ربنا كويا الله مركو تعذيب كأنفين ينا وحو أجي ذا وقوعه وإيقاعه أجي ذا ملك لو كعدي هذا نوع نصوم الرأي واستحقاقه ويا هاي مسألة عقلي قف كم مجرم كدم بيلها إن لجناحه أما العقابه أما لا يدبيه إنه مدين ومسألة عقلي، لكن اللي وفليه ومسألة الله بنيسه الله بنيسه حكمة الباري هي اختيار كيسي مركا حكمة الله بنيس. أما ابن قيم رحمة الله تعالى عليه صور كيس هو قاعد يا شيخ وركيس أدب وقاعد يا مرب ضم بقعد يجي وحنا أقيم بدن هذا الكسر دير كويمت مدارج السالكين هذا نادو دير أقيم بدن مسألة وكذا الله قليها شاعر الورق ذي بوكيانة وردية كي مزلة بوكيانة وردية مركز وعيري مركو وجوب التوحيد قال لها والحق أن وجوبه وجوب التوحيد ثابت بالعقل والسمع ما حسنه ما حسن التوحيد لقى ما هلم على قال لها وجوب التوحيد على المكلفين ثابت بالعقل والسمع والقرآن على هذا يدل قرآن كن انت صبت صيب الأن يجيب بالعقل كما يجب بالسمع كذب حوري فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. هذا الدير بوسي وذو حيقة خصية مركو آيات القرآن آذو فربضان يمسل حدي وقصها لوجوب التوحيد وعقلي هاي سدو السمع بقية هاي يوحوري ولكن ها هنا أمر آخر هل كان حيا له هول كالي إنه واجبي والله اسكر بقرانا نينك كتك محاء وحاجاء نيك اللي يبد محاو حكمة وحور أمر كان رب وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب واجب التوحيد كتجديز عقابتي سيتأخر إلى حين ورود الشرع كما دل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. آيات سواني إشارات قرآنية كسمية بحث دير بها كجراء وصيد وقاب كشيخ ووضع الدليل العمال لكن أديننا. وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وحرف هذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل. آيات قرآن وحيث سايان دادكو إنا ظالمين مشركين انت الرسول بالله صادرين، وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم، فالآية رد على الطائفتين معا حجة معزلية يجهمية أشاعرة وحول من يقول إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع بآيات ردنيان، ومن يقول إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. آياتك لو بضم بوكيان وكذب كسنا مثلا وكسنا وحول حتى عقل وحواجبنا إياه عقوبة واجبنية كذب وحون يري. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة من كتاب مفتاح دار السعادة، وذكرنا هناك نحو من 60 وجها تبطل قول من نفى القبح العقلي
بحث دير كدي وحيقص والمقصود هذا الدير كدي بحور أن الصواب صوابك وحوي وجوبه بالسمع والعقل عقابك بوصول لابت عقابك بوصول لابت. وإن اختلف جهة الإيجاب فالعقل يوجبه بمعنى اقتضاء لفعله يعني وجوب التوحيد هي تحريم الشرك وحلوة مسألة عقلية كذلك ومسألة سمعية. لكن قابك يضنك شرع عقل كواجب يا قابك وسمع واجب باك للدون عقل وحكو واجبين يا إن التوحيد كالتي ما دو عقل كاد البنية وذمه على تركي وحون عمبارين عقل إن لقتك التوحيدك والتقبيح لضده شركي حمينية والسمع يوجب بهذا المعنى أنت عقل ومرأي وسمع ومرأي ويزيد إثبات العقاب على تركي إن لغو عقاب كريو سمع قدرائي كما تجدون وحولي شرع حتى عقل وحكيني وحواجبين على تركيس وقررنا إن لغو عقابي. والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه وبغضه له وهذا قد يعلم بالعقل باصنه عقوبة اللف تركي ذو حلوق قلنا عقلية. فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل عفوا علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه صحيح هو هداد عقلي وهو قرتي قبح الشرك وحسن التوحيد وهو قرتي حقنا هو قرتي عقلك وجوب التوحيد وتحريم الشرك حقنا هو قرتي له إنه كامل يهاي وعليم يهاي وحكيم يهاي وعدل يهاي شيء لو مش ولي ودقيه اقتضى ثبوت هذين الأمرين. فإذا تقرر قبح شيء وقبح شيء وفحشه بالعقل وعلم أما وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى هذه ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقت الرب لمرتكبه إنك مشرك إله معبي وانقرنين حنقول قرنين كمال الرب أولا إدراك العقل إنه قرت توحيد كونا كيسية وجوب كيسة يحمان تشرك إيو حرام نمت كيسة إلهينا مركم محان قرنين إنه مشرك وعريسين وحق العقاب إيو موحد كان إلهي وشعري هاي وكفر حسن يا وأمانة هاي حقنا وجنيني وحور. وأما تفاسير العقاب تفاسير العقاب وما يوجبه مقت الرب منه فإنما يعلم بالسمع حوز الله ابن القيم وحكى لي سمع وام حي تفاسير العقاب إلهي إنه كوع عريسين يا هاي ومش كوع عريسين بالعقل بل هو قرنبول عقابنا مدنيا هاي لكن عرض رب وكوك بوح وكوك سما برب وكوك الله فبحن من رب وكتم بني مقرت وكجيني هذا دي أذول ولا هذا وإله المثل على أباه ما أنت وكو عري سيني وح كوك سما ما قرنيس ما لابك كوك صحيح دونا ما أسبوع بقدر يرشين كوك جديد دونا ميوك ترحيل دونا ميوك جراعي دونا يعني عقوبة تفاصيل شو حلقة سو هي سمعها. أما وح كوردن عقل جواك يا أبو كتابك من درج سالكين بهوش هذا قف فايوات كم راجعين كرتان هذا لادو دروي مركو ردنا يا أبو إسماعيل هرو وردنا وكلام محرر سمعي وحكده كلية تفاصيل العقاب. أما أصل العقاب وفعقلي سمعي أسوي من قيم مالك الوحبلية هاي كل مشرك مالك ما دب أهل النار مشرك ورنبا وسوق بقبي هوشاس وحور أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبح والوعيد عليه بالنار لم يزل وضروري بقى مشركون يهيرون النار ومسألة معلومة من دين الرسل بله وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت. هذا لك ابن قيم هذا الدير كذب وحوري فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشرك يستحق العذاب بمخالفة دعوة الرسل من أبينا آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإن مشرك دو أهل النار
من غير مركه وش اسوق ما بربري هذا الكاد و خو جرى كتاب زاد المعاد كو جرى مركو تعليقين حديثك حيث ما مرت بقبري ومشيك فبشر بالنار هذا الكدير مدارجنا ودرنا انسان خلاصه المقوام حي وجوب الايمان بالله وحرمة الشرك ثابت بالعقل قبل السمع عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند تلميذه ابن القيم إيو إلا كالسارو أسل الدين كإيا الشرائع ذا في العذر وعدم الإعذار إيا إنا العذر دار أوصن آدم هلين في الكفر والشرك قبل السمع وبعده وحاكلوا كجر أن من مات مشركا ومعذبا في النار مخلد فيها كما وصفه قوله وعمله وحاله سيدو شافع زوشي هذا ابن القيم وقلت كتير سنة وأنك سوما الرئيون يري قبل البعثة وحي أولا شافعي أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداعهم ما لم يأذن به الله وأنك سوما شغل الإسلام متين وكيسو يري كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك عفوا من أسماء الدين هو حكم يتعلق بالنفس لاعتقاد وإرادة وقول وعمله قفكم ما قال له هو مسلم أو قال أم يهود أم نصرى ليه ضاي واحد كل حكومة يسا فلكيسية ويدي شو حامي سيا ما هو عيرك اللي جاكي هني روح وحو السمية أم وكتل المامية هاي برضو أقوم أقوم وكلام ما وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك إذن روحوا يهودي ومرتدي ومنافقي وكافري ومسلم يقول أنت كلبة تلمان تيوح روح كم موقضة هذا الكاس المجموع كويد هذا إذن أنت أنا أقول مسألة يقدم بيسي مسألة الاستحلال وعلاقتها بشرك الطاعة وحن خلاصي أن صدح المسألة نسوى مرة مسألة الكبادة هاي كفر التأويل هي كفر التسريح مسألة اللبادة قصها بسنيد قاعدة من لم يكفر الكافر إيو مسألة تقدم بيسي هاي العقل وعلاقته بالكفر والتكفير مثل هذا الكوبات وحن صوم الرأي حقيقة كفر التأويل وحلي داهدو ونصو شرحني ما سبق أرضك أدرانتها لي كما سيأتينا حروي أدران شيخ أدرانتها مركا كما سبقوي ونصو تقي حني وحلو يقان كفر التأويل يكفر اللازم يأتكفر بمآيل المذهب واللازم ونصوم الرأي كفر التصريح ونصوم الرأي إني مهم تاي مركا باب كان مريسو إنا تكالقادو كفر التصريح هي كفر التأويل كمركات كالقاضي خاصة أوصافتي عيانته تكفير المعين مركات مرئيسه إن أتكلفهنته ما له أهل متأخرينته أما بعض أهل العلم كالقاضان كفر النوعة أما كفر الوصفة أما الكفر إدلاق الكفر أو الكفر المطلق إيو تكفير المعين تكفير العين والشخص إيو تكفير النوع مركات كالقاضي وحيوذده جدا كلية كفر التأويل أو اللازم أو شاوي نصوم الرئيلة تين مهم خاصة رجك لقاه وحكم ذا ابن قيم إيو شيخي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أمثلة بضم بأنه كصب بحين أنكو عدين إنه وحلو يقانه كفر اللازم أو التأويل أمثلة قيبة كم ذا مسلم ما أين مركان قرافع حتى نصوم رئيني أمثلة ذو كياني لكن نوح نوجه إنك ليه إن قاب إنه وذات كقرب إنه كم مثل كفر اللازم إيه وحان كلهم برجين باب كما كان مرة إنه ظاهر تقريرات السلف الصالح أنهم لا يفرقون ونصوت الماني بين اللزوم الكفر والالتزام به هنا السلف كما أصحاب الحديث أما أثريده ظاهر كما كلا في فتاويده ذي أحكامته ذي باب كهذيان هنا يسنك لقادين كفر إنه كل لازمه لزوما ظاهرا أو بينا أو ضروريا أما أذوق قايب تطقات التزام فرق بين اللزوم أو الإلزام وبين الالتزام بشيء وهنا ضحي أتروان قبا وروادا الله ذي مقالة هي أركتنا وحقد الله هي كفر قاسي جوك وابن قبابات هو شو إسبدلي مثلا ويا عولا أنت ويا كبح ذي بكفره مآلية لازم حيوجد بتي كفر التصريح بين غدوه في الصريح مرة ضلقات تمر لقمها الله لكن إذا يكون كافتو ميان مسائل كاسي لزوم ككلية بمركة كم وقتي وانا دعي كرتا إن خلا هوشا لقاه له نصوص عبيني سون ظاهر باهي وانا أنا وحنصور شيئا أني لا أكفر بلازم المذهبي بان إذن صوت المامي مقالات كي الرسائل كنا وانكو تحقيقين مسألة دا وحن كونا وانصور شيئا وآه
قفك لازم كوحانو كو قاليسين كليا مركو تصوره لازم كن ويا لازم ضروري لازم كمكو يبين أما بديه أما ضروري هاي حقا نقو صورته التزم أو لم يلتزم وكو تكفيرنا لكن مجرد اللزوم أو الإلزام حكم تكفيرنا رأيك أنو أن هذا مرينا علماء قبطه وأن رأي خلاف سن رأي شخص ابن تيمية ابن قيم شيخين قيوق حقا إلا حتى يلتزم يقبان إلا إذا التزم السلف كنوا حيقا مقطعي ظاهر تقرياتي منه يهي التكفير بمجرد اللزوم لابد الشيخنا محيدا هذين إلا بالالتزام أنا قوا حيقا مقطعينا راح يسوى ذا دحنا فيها أن كن إليه مجرد إن أي أروح تصوره لازم كان أوي هاي لازم بين أما ظاهرة أما ضرورية أنت صحيح نقفلا هذا الروح لازم كسوق بعيدة أما خفي أو التزام مسألة كم طال الله وشو بده شيء التزام إسكب الداس والتزام مر بروح أطول التزام ولو كان خفيا بعيدا دقيقا روح أصلا داس قاطي قرط وقشطي وحلقها الله يو وقف حدر سوون التزامي إنها مسألة خلاص إذا أنك قط تكون مسألة قاعدة صدع اللبات وحن صوم الري قاعدة من لم يكفر الكافر وكافر إن إطلاق اللغة جيدين أهل القبلة وحسد أقبنا وسنجرين ومسائل كاجتهادية قاعدة مقشو خلاف علوم اسكو خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص لها ظاهر مسألة شغل كمالها مسائل كخلاف كصائغة وكفرين هنا مسألة مقشو هذا كسو قاد مثلا خلاف كل اسكو خلاف تارك الصلاة كونه كافرية إنك لو خلاف صائغية كسو قادنا هذا نقوله تارك الصلاة هو فاسق مثلا كافر ما إديه ميس من لم يكفر الكافرة فهو كافر هل كانوا حنصوم الري وحن كان قال إن ممارسة الفعل إيو نذريدي اعتقادك قفك آمن سن ما أنت تارك الصلاة كصلاة وكتك إن الوقا ليسين كريم أو فاسق ياي أسيقوا قل لكي سهدو صلاة كتك وان قاليسين صلاة الله قتك فسق ما كفر ما أبور ومحاو دليل أنا ما أنت تكنين بور قال بطان لنا أركتدا أو قبيعة تارك الصلاة كافر معها ومثلا خلاف كفر يا دلال لسكو حيستا وننا ايضا قران دلدله يا نوا دلدله يا حديث مرم باكتاغن ومثلا خلافيه سوق الفقه على كلام فيها لكن مركا ادو فلكي سميسيت صارت كتكتو حديث كلا كو قبني حديث عباد بن سام الا ان تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان ترك الصلاه عندنا وكفر حديث كان كافر بات فلكا فميس ولو قال يسين كان اسكو وذلك قضاء الحكم بغير ما انزل انه يا كفر دون كفر باسو هوش سمي ندري كن نقاش هي ان قصو قادنا ان يتمزله خلاف كفر يا جزئيات وحن قال له جزئيات جزئيات كليات انسكم دين انا وايدين شيخ اي وحا لسكو خلدا ترك تبديل تعطيل مجرد اي تبديل بسكو خسان قوليهن الى هي فهم كك قاري وطمس الله بصيرتهم وابصارهم كواس كذا وركوده وحي اسكا خلدن حكم الهنا تكتكتو في قضيه معينه جزئيه الما ادرنم شهو درين حقوق لا لوش الوسيه حكم كان ادردو حكم كان ربي ادريح ده وتعطيل وترك مثل الحكم تو حكم جاهل وما حي وتبديل حنا وكفر اكبر وي التبديل مع التعطيل هي التعطيل مع التبديل وكفر لمن سهل ينن سلف يا او عديه مساله ان هي تاي كفر اصغر ما كيري كرا نصوص تي سلف كلا سو غوري على كلام في ثبوته كل دوام حكى ليس ترك مجرد تعطيل سيد مروان بن حكم با ابن عمر موليه سيبا ابن عمر وحكى حدا والله كان علي ادا اميره ان كان غانته جو وحيري واي أدونك أدونك ما أدونك أدونك أسكال أدونك محوكا قضي حوالها انت لك وسكسي داي أبا حكم كو في المايبور من عربة كده بتقو صوق عن تقوي هدو مروان حكومي لا ودي لا نين كان قعنت اللقوي ما يوحان حكومي ليح بلوضو حارقة قناح طبان كونا محون غنية وتبديل سيدين تسكسي داينا وتركوا واجب واجبك تغي لكن موسى كبدن واجبك صلاة ما انت نكتغا
ninka ku bedesha salaad yahuudi nasaarada ka waram iska ilaaliyo shayga inaad ka tagto oo waajibki aad ka tagto mujarrada inaad wax ku bedesho way kala duwan yihiin ibn abdullah wuxuu yidhi lama kana lama ra'a ibn umara حكم الله معطلا أقام به بوري مكو أرك حكم قال ولا تعطيلي يودي ذو متو يستجبه قام به فنفذه بوري يقول حقه يي أنا بأمير مشكا بوري إذن حتى نينك وين لقوا فيه هذه حتى غرامة مالية حبسي قرع به بهين وكبدي لها مروان نقول لها مبدل أبو الحسن التسولي مالك أشعري وحولي يا تبديل كوا كفر مطلق آياتهم وما الله يحكون التبديل بكاه الله يا ورنتي محل سب نزول التبديل بوها كتاب كيس أجوبة معايا أجوبة أبو الحسن التسولي عن أسئلة أمير عبد القادر الجزائري مكو كده قال لما الجزائر وكتاب مطبوعة سودي جتا أخري ومهم جدا أشاعر حتى قلنا أن تكون الشيخان يتوحيد كيسلم لماذا سألك مكا الله مري حق الله إلا إلاليه في الحكم والتشريع والقضاء إذن وحنو جيدا قاعدة داسي مخصيصو مسائلك اجتهادك ايو مسائلك خلافك خلافا سائغا وحي خاص كنتهاي ما هو معلوم من الدين بالضرورة او المجمع عليه اجماعا عاما لا اجماعا خاصا اهل قبله وحي سكوا وافقين اما عامي علماء اللي سكوا وافقين لابد ان يكون ضروريا لبه لا ايو ما اجمع عليه المسلمين اجماعا عاما كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ما اجماع خاص علماء بس ايقان مزه حتى عامل أن يهبرهن ويقان يفضلن شيء مجمع عليه إجماعا عاما لا يكون إلا معلوم من الدين بالضرورة اسكوا قادة من داية دا. إذن كفري معلوم من الدين بالضرورة ننك كرنا عي قفك قال يسين ويقف كاسا أي قاعد وقبان يسو قالوا بي هذا أرث وادلة ومسائل كان لقوا إجماعي وحجي ذا الإجماع العام لا الخاص لأنه منك خاص كان إنك أقوى منك علماء بالغ جالسين كرائد كلهم جالسين كر وحان كلون سومر التكفير ما لم يكفر معلوم الكفر ضرورة أصلا تكفيرك يقولون يا معلوم من الدين بالضرورة قاعد وحقه سيسافي الضروريات ضروريات كان إنك كل عي جالسين تزنا ومعلوم من الدين بالضرورة لا بد ولا ما مسؤول استوفر ده ومركزي أن لقى تذكرين إشكال يسوع العليان بعض أصحابنا إن بدنا أن قري مقالات كي الرسائل كمان ربا حيرنا أكون نقضه قل يا وحيليهن وانفعن ننك مشرقين لقى ليسيو ننك مشرقين لقى ليسيو وانفعن وقافر ليداد وضعضوك حكمته لو ذاتك وحسين أو عبد الله كإستاقي أصغو توحيدك وقرنا يو إله ومشرقي إله برنامك مشرقي كماري مشرقي وحوليه وضالي باتهاي جاهل باتهاي ودلعين وعنبارين لكن وحيون كجوك سدي قال يسين تيسبك جوك سدي نينكا مركا بعد إقامة الحجة على إن قال يسين حتى وانو قال الله لكن سي أوتوماتيكا إنه قالوا بابتداء شيخ ما نفهمين ونوقص بيسابة جداد ما تقال إذا وش إشكال قاس شو بادي سوصبع أنا مصورين شو بادي منافهم تنقاب قبل قنطة طيب حبكم يعني شعب عبد الله إن بضم بابا وشا سكوع العي حتى قلت متوشا مركا محاين صوم مرة مشركه إنه أيها أجهل الجاهلين بالله منات كمسألة ذا وأنك مشرقة إنك مشرقة أحكم إسلامي عادر عادر كبح عادر كل وشوا محوا الحاكم بإسلام المشرك مشرك جاهل كان متأول كابو إسلام أحكمها إياه بعدما علم الحالة والحقيقة إنك متلبس بشرك أكبر وأركا وأقيا لكن حوله عذر دار باجرة شروط باجرته محاكمة وشروطه موانع ده الجهل والتأويل الجهل والتأويل طيب وحكى لكم هاي سنة نضم به إذن مشرك وجاهل أضو بالإسلام لأن الإسلام كدو فهنسن حقيقة الإسلام لما أشرك بالله هدو شرك فهنسن هاي نكو مرد عين با لبح نما نقول با لحك الرتاء نما الله أقول نبا أشرقي يالا نك الله يقان ومشرك إلى سبحانه وتعالى إذن مشرك هو جاهل بالله العظيم كان حكومة إسلامنا هي. وجاهل بالإسلام وبحقيقة التوحيد وشرك بنقرني هدو إسلام يتوحيد قرني وإسلام يتوحيد وكو قرني إنيين حقيقة كع
عاجن ديدي سنة هاي إن الله كلانته شركي ماله شركي دقي إنه الإسلام دقي كرين أو شركي هو يتوحيد أما شركي الإسلام كأيها نقيضة لا يجتمعان في محل ولا يرتفعان عن محل في أن واحد وأمن سيا هاي نين كاني عادر كاتكو شاكتين ومحكمين نين كاني إنه يهي مسلم هذا الإسلام كو شيغان أيو وكم حابسن ميقا إما ساوح لشاكتا أن لا هاي لو يعطوا الناس بدعواهم حديث ابن عباس قرر ميزان لا دعا رجال أموال قوم ودمائهم إذن إسكي إلالية قد يدان قال لمحاول إن كان حاكم كاسنا وجاهل بحقيقة الإسلام ما هو الإسلام عندك إسلام بنا قانا بوليها وإن زعم ما يقان إسلام كو يقانا وشيغان يوحوى إسلام أي دعي كاسنا لقل مه شرك في محل واحد هذه لكن حقيقة الإسلام فانسان ياي ماهية الإسلام فانسان ياي وأقيها إنا يتهم ماهية دي دي سهى إنا يميرك لقل أنتو شركي مشرك ومصر حكومة إسلام نمو مركب ميشان كذا أن مرة إنن لنا إنك واجهلين أتفانتا مرة إن بضم باني دين مثالي ومثال بدأ إنك شيء إسلام كو أصوك مركب شيئاني وإسلام أصوك وصورتي مشركين تهم حي صورتين إيه إلهي إيه إلهي أي كسو دك دك بضانتا حق أجيب الدا وحقبت كأولي باو صورا أولياء الله أذيك وحيلي إلى هذا عدر صنع وصدها هي هي شعب قادر بادير أوتوماتيك أونلاين ويا شعب قادر خدك وكابا بحو إلهي إن وقتي وش تقال نيسا كتب تلك قرنتا إلهي عابد يان أما أي من سيهين وصور أي وأي قاتل وخيال أنجرموي وربي أتقاني إنما محمد رميسنا وأنا هين ووحي يقول صورتين ويا دي لكن إلهي قرنها يان ويحقق حق قدر تقديرنا يان مرنا بكم اين لحدين مخلوقات يا بشر يا بن ادم ملائكه اولي وين لحدين يا مجاز محايد عاجري مجاز يا ابي وانا من دون عشان يقعد الربشده انك الان هذا كان الله اني عادر كادليه اما حاكم باسلام المشرك ان لنا وامحي اصنا وامح اسلام وحو صورت انا هين إسلام كإبراهيم لله صدري إسماعيل نبي محمد الله صدران راي أو دين لكل مكرتة شرك يهودي الناس لكل مكرتة آمن سيا نينك النبي محمد هجادي يا الرسول كهجادي إعاي إلهي أفلقادي إلهي مجازي حرام تكون صيريب آمن سيا دعي كرتون وياي مسلم ده إسكو إسلام مني كان مني إسكو أنبياء مني إسكو الله مني أصدقى الشيخان نقوم حافظني لكن ما كان الله نبعي مذهب كيسة أو أتبع عنه فهنتان وجاهله بحقيقة الإسلام الحقة مجرني أصدق الشيء جاني مشركه وحو أمني إسلامك وشيء جاني إيوه أو يبرقه هم هنا جديد إني بأمن متى مسمى نك مشرك محو أمني إسلامك وشيء جاني أصدق إيوه أو يبرق إيوه إلى غيرك توجده يقول ضوافد جيدها إنه يسن إسديدة ينبو آمنة فأشرك مطا مسمى نينك يحكم إسلامي ونمحو آمنة إسلام كو أسوي يقان يقون دين تقوليها إنه يسن ديدة ينن نينك شركة كله فلين لو حكمه إسلامي دينك إسلام بو يقان سيوحيد نكو شيقة علماء الله ما أنتوا ديك حنا جزير سيوحيد نكو شيقة إذن وإذا بدر إن ما له ورور جيست ورقي إني أن لواتس أن سكسر واقع إن هذا دنا جدا فود سو سرتا محيود أبو الحسين الملطي في التنبيه والرد على أهل هواء والبدع صفحة بقول أفرت إن يكون مدا محقق هذا واك حيت لي ماشى اللي يوفر هاي فقاعد هاتشو جيت وحيل أبو الحسين الملطي أو شامكو كهل لهاي ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر إلا ذا ربائنا فاتح إلا ذا لأن شاك في الكفر لا إيمان له لأنه لا يعرف كفرا من إيمان
فليس بين الأمة كلها المعتزلة فمن دونهم خلاف أن شاك في الكافر كافر. سبب كوا محي وحان ربا محال ينك قال يسين وقال لا يعرف إيمانا من كفر ولا كفر من إيمان حبك ما قرني مفصل هذه مثال هذا يدين شيء ننك مشرك وعامل إسلام نمو إلا ومتأول وجاهل محوق أمن سيئي ننك أن لقيه حقيقة شركة مشركة حقنا إسلام كان محاكم حابسنا إن إسلام كأصو ذات كان فانسيا حاذر كأفانسيا ويا إسلام ديدين كنا برينين شرك لكولن كي كان مركم إسلام كان نبا مسوا إسلام سكت جيب كيسا إسلام جيب كيسا إسلام جيب كيسا لأنه لا يعرف كفرا من إيمان. خلاصة مركوا معي المشرك تصور اجتماع الشرك والتوحيد في محل فأشرك تأولا فأشرك تأولا والعاذر اعتقد اجتماع الشرك والإسلام في المشرك فأعذر تأولا. هذا أشرك تأولا وهذا أعذر تأولا كلاهما نوحي أمزيهين إن إسديد إن الشركية التوحيد إسلامية التوحيد على تصورهم تصور كودي يجب فهم كودي مفهوم كي إسلام كهيستا ندى واحد كهيستا إسلام كما هو حقيقة كلو إلهي رسول كيسو شرحين عقل كفتنا لو قرن هيو حتى هذا نقول ابن عادر كاللبات نفس القديم منات كما كوكوس عني نين كان إله غير كي عابد هيان أوغا هذي إسلام نمان أحكمي أنوه محانا هاي الحاكم الأول بالإسلام شيخ محمد بأوغادة أنه حصانا إنا أمن سنة مشرقا إنه مسلم يعني وأوغادة محاو حكم أصوك لم تركي سهدو الحكم ويقاليسين وحو جاهل وي بالإسلام لماذا؟ قف أمن سن إسلام إيو شركين مالكو كل ميكران وإسان سديدين أيو حكم هيا سوكنا إسلام نمو أنيقا نفس المناطوي كل واجهله انتو دون هجر روح منو حقيقة الحال يوحد عيوقهم باو شردع. والعدو الثاني اعتقد إسلام من يعتقد اجتماع الشرك والتوحيد في شخص فأعدى تأولا أشرك تأولا إيوه حكم بالإسلام تأولا وإسكمال صدح ضد والثلاثة جاهلون بحقيقة الإسلام مشرقي حاكمك أول كان الحاكم الثاني كله معي ما قرنا إسلام وحين كوكا لدويهن بعضهم أشرك فعلا واعتقادا وبعضهم أشرك تصورا واعتقادا والتكفير كل واحد منه معلوم من الدين بالضرورة وحين كوكا المي كفر الجهل والجحود معا مشرق واجحيد ما قرنا الغفير لآيات الرب وأخباره وأحكام الله بديدية حقك الله وجاهل كفر الجهل وكفر الجحود بكل جرى لا بد أن كان والله مت مثل هذا إنذ فانتين من ربع كتب تر محاوس وقاتمات مثل اللي التصرف في التكفير وتنادي دي صورة هي دبك النهاي سمرك وحاو يدان سومالي النهاي ينتن الله الماشبة مسائل كان بحث بدن مجرين تراث في عنو اللي هي وفقه اللي هلين مجرين كتب المقالات بدن الله ما آخرين وذلك مركز رسالة قرها هي بحث الجامعة اللودري حقوق جعبرين أما ساوى حبارا اعتقاد بان أهر مري اعتقد ثم استدلوي فقط بأهر مرتين نروح إسلام شيئا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله أن لقى ليسين كريم بأهر مرت أرابا لقو أخري أسوق فقط دا قبأ والع ساوى والعسن يوح بارها هي بحث موضوع متجرد ما بارها هي وحو آمن سنة وحو دون هيا الدلاء يقيل وحقرنا على مرك هوري قفكم ولا قاليسين كرا لكن نينك كتوقف إلا ما قاليسين كرا كاكي كيس توقف إلا لأنه حقرنا تسلسل تسلسل كحقا لغا سيالي هذا الوداد كميشة كشي نينك اللي هذا أبو الحسين المرط الفقيه الشافعي كتابك التنبيه هذا دين سوقات هاي بالله اللي تسلسل بكدقي أم حاجرة معتزلة البصريين تها يا بغداديين بمسألة سكو قبطي نمان كبصريين تها روم بو شيخ ويلي وانين سلفي وفقيه في عنو شافعة صادرت تسلسلكم ما في عنو لا يزمر ينتسلسلك
تسلسلك عبد الله يجوي هذا نقل عبد الله قال رادني كوكلكم عبد الله يجوي بادي محمد كي جي دجوي وذاك وحوك كه الله يرجع له واحد يسكوها يسطوين له قال تسلسلك هذا يهي بموجب وبعلة وبمناط وشرعي هذا بغير موجب وسبب يهينا وبدعي مركة تسلسل بدعة يمد حاكة جرا شرعي وين يقول صومر مركة قاعدة سو شرحين وذاديه تكفيرنا إياه كي كبادي كي لواط بتكفيرنا وحتى من وزير سوقوري إجماع هو اللي بالضروري حتى كيس ضحات ولا خلاف أن من شك في كفر عبد الأسنى إنه يريك كي كتوقفي وجب التكفير ضرورة ولا علة صوم قرن إنسان مثلا معلومة وي ونمر الله هاي وحقا وضيه كرتا ديدة آديدة تسلسلك المنع من شيء وحكم شرعي وضعي يحتاج إلى دليل الحكام الوضعي سمين زبارن لما سيوضي كرو وحكم شرعي الله أذين لكم بان لنا مع الله تفترون لما وضي كرات المحاو دليل لأن المنع من الشيء وحكم شرعي وضعي موانع المحيئة وحكام شرعي وضعي يحتاج إلى دليل كين أنا وحنقول أنك وحلقه لمناتك والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ما حد استاكل توقفت توقف قد ايدي دون توليب اذا تسلسل كاي ودادو ديدين والتسلسل الباطل واه التكفير بالاعتقاد الخالص والسنه المحضه او التكفير باللازم بالمآل البعيد باللازم البعيد بالمآل البعيد من غير البين مركا وحايدين ربائنا اخري ورك هورتا أي وداد أي قليها أنت كده جينا أي ملكة كقرة أنت كتاب اللي كقرة وركاس ما 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 وادي أبيس معتزلة البصرة معتزلة البصريين ده وحاله وأن منكو والشيخ هي أي علماء كده كتا أبو علي الجباي يويل كيسي أبو هاشم الجباي نمك الرهب بصري معتزلة ده قرن الصدحات إلى قرن أفراد دقيدها وهرب أبو علي الجباي iyo wiilki sabaashim al-jubbay oo laba tan misal isku khilaafay iyo waxta istakfiirin gaaray qoliyay culimadu u yihiin xaliya mu'tazilatu al-basra laydaada basriin ba laydaada kitabkan wadaadka iskeela qoliyuhu asaasayna baghdadiin ba laydaada asagii sheekhiis abul qasim al-balkhi abul qasim al-ka'bi kutubta usulkat ku aragtay ninku urin jiray mubaah ma aha min ahkam al-khamsa ma aha usulkat ku barateen ba kitabkan iskeela أصدق يا شيخ أبو الحسين الخياط عبد الرحيم بن محمد الخياط لبداس يا أساسي بغدادين هذا يقول بغدادين تأكل كل وهوستك حريق بسرين تحيقو دوضب بضم بيقوليها لسنها اللقالين والسور الرفادية باراشا لغار رفاي حيقو ويكمير كير قبويه ضد أهل السنة يسكو قبتين ملك بغدادين إيه يا بسرين يسكو قبتين تيبو كهلا يا وذاتك وكسوها اللي معتزله هنا يقاد سوق الافين وبعد وبين معتزله بغداد ومعتزله البصر اختلاف كثير فاحش يكفر بعضهم بعضا في بعض ذلك الاختلاف اكثر من الف مساله كل مساله اسكو قال ايزيان بصريين يا بغداديين كذب شغل وحوري حسوقوري حكاها حسوقوري ثم ان هذا الكدير كذب ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاكي والشاك في الشاكي إلى الأبد إلى ما لا نهاية له كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الأول وركيا يجري معتزلة بغداد مشي جن شاكي شاكي قوي حلقة شكية كافر كه كافر كه إيكاه لهم معتزلة محيا هاي وياك الكتاب بصوغ سارية شنايع دودي وحيابو كلها يابن بسوق قوري يا عقائد دودي موصن سوقادين محي مفزلسكو خلافين لسكو عقيدة أهايني محي أكالي تبيع أيها مخالفين تهلقوا أين كاقاتان بلسكو يقا ميش أي معزلو كوكالا تبطي قوان كاقاتان لهايين وده دي خلاف صناعي أهل صناعة محيو يهي موضعين وسوق قوري مسوق قورين لكن أدو مركز ميش أرقتو مرد باردو أوترا محي شاكين المعوها كي لسكو يقا معها أن الشاك في كفر الكافر وكافر ومعزلي غير كتب اسكو وافقين أيها من ماشي كوكا لاتشابين محاية تايسون بعد ما حور الشيخ مركو وقال معزلة البصرة
الشاك الأول كافر حاكم ككوبد وكافر عادل ككوبد لأنه شك في الكفر والشاك الثاني والشاك الثاني الذي هو شاك في الشك ليس بكافر بل هو فاسق لأنه لم يشك في الكفر إنما شك في هذا الشاك أيكفر بشكه أم لا فليس سبيله في الكفر سبيل الشاك الأول وكذلك عندهم الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى ما لا نهاية له كلهم فساق إلا الشاك الأول فإنه كافر وقولهم وقولهم قول البصريين أحسن من قول أهل بغداد أحسن من قول أهل بغداد ورنتي أحسن ما هو كذب عين سوى البيع وقف عين ننكي نن مسلم وأهل التوحيد يدا وفاسق كسو قابصة يكيدا وكافر ما حيسكوا يوامح شاك الثاني الثالث والرابع وفاسق ما هو قلب يسكوا يا محبو كرتقين الشاك الأول وكافر ومتفق بسكويل الشاك الثاني والثالث والرابع قل لهم حيدا بصريين إلى ما لا نهاية وفاسق بغداديين محيدا إلى ما لا نهاية له وكافر شاكي قام محويا كتابك مركب وذات كن سلفك وقر هلك إيا ليه معتزل ورك يا أنكه اللي كتابك معيس صانيك الشيخ حسن حق جرت التنبيه التنبيه والرد على أصحاب الأهواء والبدع بان ليلة ذواك كتابك أكوت أن هذا ضربت كتاب كان وحاله كتاب المقالات ومعه عيون المسائل والجوابات لأبي القاسم عبد الله بن أحمد ابن محمود البلخي أبو قاسم الكعب نك لو يقانوي ولذلك كان ربائنا كهليو إلا سيها كهلي تلكي وحي أمن سيهي وحب بابا استباب ليلة هذا القول في الشرك والكفر ودركتان بيلته وهو ذي كذب حيوقد بي القول في من يلزمه إسلام اسم مشبه ومجبر القول في من يلزمه اسم مشبه ومجبر يي قبان يساء ولورنكرا ومشبه مشبه لله تعالى بخلقه وقاله إيه مجبر أضمها قصبها يؤو عن خيار يسينين إن إيه فعل من نبا يا لورنكرا لقيسا هذا وحي معزلك وقصة ما ينس وحيو قال أبو الحسين شيخ اسم وجد أبو الحسين الخياطوي عبد الرحيم عبد الرحيم من محمد باليل هذا وبغداديين شيخودي هو أبو القاسم الكعب هذا هينا وبغداديين شيخودي وحيو قال أبو الهذيل والإسكافي وأصحابهما وبغداديين أن من زعم أن من زعم أن الله جل ذكره يرى بالأبصار بلا كيف وأنه جسم ونفى عنه معاني الأجسام كلها فليس بمشبه وركي ودها وقال إبراهيم النظام وأصحابه وبشر المعتمر وأبو موسى المردار نكل أورنج وجعفر وجعف بن حرب وجعف المبشر وعيسى الصوفي أن القائل إن الله سبحانه وتعالى يرى بالبصر على أي وجه قاله والقائل إنه جل ذكره جسم على أي وجه قاله فهما مشابهان لله بخلقه غير عارفين به وقال أبو الهذيل العلاف ومن زعم أن الله يقضي المعاصي ويقدرها من العامة يريد بذلك أنه علمها لم أقل إنه مجبر ولا إنه كافر وإذا قال قضاها وقدرها يريد أنه خلقها أفعال شيء معاصي الله أبو ري وأنشأها فذلك هو المجبر الكافر مثل المحكوك قال يسيني إلهي بالله أركا يا آخر أتكو قالوا بيسا صفات كربية تسوق إيسان النبي محمد الله قال ده إنما واتكو قالوا بيسا إن تسوقته إن الإلهي با معاصد إيو خير إي أفعاش كفر ظلم الإلهي با قدروا جانق أغاس أبو رينا واتكو قالوا بيسا ومن وقال من وافقوا على هذا القول ووافقوا على هذا القول أبو موسى وجعف بن حرب والإسكافي وهو قول إبراهيم النظام وأصحابه كان وكل من كان ممن يقول إن دار دار الإسلام وقال جعفر بشر كل من قال إن الله قضى المعاصي وقدر فهو كافر ولست أنظر في معنا وحبيك أقول الحجيز مربط الله إلهي ومعاصي قدري ومراتب القدر أربع الشيقة وكافر وقال جعفر بن حرب قال الأدمي لا يكفر من زعم أن الله قضى المعاصي لا يذهب إلى أنه عالمها ومن قال قدرها لا يكفر لأنه يعني أن الله قد حدها وجعلها وقتا ومن قال القرآن مخلوق ومن قال عفوا لا أقول القرآن مخلوق
وليس القرآن بمخلوق فلا يكفر وهما سواء وخلاف كودي خلاف كدير مركان إذن دميان ربائنات ماشي مريان وحد روح يوجد بي عامضة ترى هذا إلهي ليس بمحدث يوجد بي وحكاها الله دنا صفات كصفة العلو وحيوجد بإيمانك وحيوجد بقرآنك وحكاها الله أيضا ذن وحوي داب جعفر المحرب وحول وحوي داب الهذيل من عمن لم يقل من العامة إن القرآن مخلوق أن يكفر قال لا وحول ما عامض علماء سيناء عامض بناء المسلمين توضي أن قرآنك مخلوق ما لجالسين ماي مركز عرب فإن قال إن الله إن السماء ليست مخلوق أن يكفر أطول عركم مخلوق ما مجالوب يا عاميو فقال نعم قلت وما الفرق بينهما قال لأن الأول مختلف فيه وقرآنك والثاني مجتمع عليه أو صمد أسواري وهذا نحكسه قوري وحيوجد بي لمن كان مجبر ضوي قاني مشبه هذا وفي إكفارهم بوجد بي القول في موارثة المجبر والمشبه وفي إكفارهم ومسألة ذا كبل لابد أن تعشاك يهول وذا كبل لابد أن توي مشبه عند المعزلة وامحي وكل من أثبت لله الصفات الذاتية العقلية وأشاعر ذا يسوق هيه لأن أشاعر ويجالسين يعني معزلة كذلك كلابية سلفية أثري جوش ضايو ومشبه نو والبو إلهي صفة أصوغة أما خبري أما الذاتية أكتبه ومشبه لأن أيوه صفات كما أقول وحي أقول يهين أسماء ذكالية يحكامته مجبر مجبر نواقما أكتبه ونو والبو إلى هذا أفعال عبادي معاصية ومقدرة إلهي وأقيا ونشانقوي الضمير وفي صمينا يا ومسألة القدر كي مراتبتها تقانينها أفرطة إلا بدي قدام بيسي بيدو كتك فيرنا يا لابده هو يقول لي بضن كود قالت المعتزلة جميعا بصريين يا بغداديين ولا سمعيده مشبه مجبر هم كفار يجب أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبيحتهم معتين أصحاب الحديث أنه قالوا يستتابهم فإن تابوا وإلا آخر الله درايا حوله هذا وغنيمه هو ينكوضه لما قرسنكره قور عوده وبغتي جاحظ بين الرون وقال الجاحظ قال ثم محور قد يجوز أن ينكح المشبهة والمجبرة هوين إذا مشبهة أما مجبرة ولا قرسنكرة ولا يجوز أن ينكح المشبه والمجبر إنه قرس ذا قبر معزلة الله ما أقول المشبه مجبر وأنزلوهم منزلة أهل الكتاب وأنزلوهم منزلة أهل الكتاب معزلة وحيدين وإذا كيف قرسان كان قبلهم سيدة يهودية نصارى لكن أنك قبلها أنك أهل التوحيد والعدل ما قرسان كرتان لأنه قال الدين وحاد دين يهودية نصارى وكالي وقال محمد الشبيب المشبه كافر والمجبر ليس بكافر لأن المشبه غلط في صفات الله في نفسه والمجبر غلط في أفعاله بول إسكاف أصنور كلو الشيغي وحان ربا واكات واختلف الذين كفروهما لبداوي واختلف الذين كفروهما مجبر يمشبه معزلية التكفير سيبا اسمان ضاف معزكم ما نضافين يا لسكو هيا عادرك واختلف الذين كفروهما جميعا في الشاك في كفرهما نكي كجرك سيدا كفر المشبه يكفر المجبر محا تلوى فقال قوم الشاك في كفر ما كافر والشاك في كفر الشاك كافر أيضا وكذلك حكم الشاك في الشاك أبدا لما غواي بغدادين وقال قوم الشاك في كفرهما كفرهما وكيوي مكافر اسمه الله يا مكافر حكاها الله يا كفر صريح كجرة ما حتى كفر محتبر إن كجرة كها الله يا ما كفر مختلف حتى كها الله يا التكفير في السنة المحضة والعدل والتوحيد بك الله يا ما هو متواتر عن الرسول وعن الله سبحانه وتعالى والربين أي كده قال قال لماذا أنك كتشوك سديم اللي هو أمان مدنيا هاي مسين اللي هو عايو إذن أبو الحسين الملطي مو ناتي مسوي حمي حلو والبسري قول البسريين أحسنوا وارنتي هدي ما نيجي نيجي نيمان كهادو يقدرين تودوب قد يسوي هذا ما يناد تودوب كتاعنا تاس ويناد كت ويقال نمان كوا لوت وح لوت راد كين تمه إن بضم بمعاية ضوائف تو حيابها لوت تيريو كتب تمخالفين تاكسو قرون هذا هيلي كرتو طائفة والبا
waxa loo tiirinaya kutubtedi iyo masaadirtedi marajicdeeda ka keen aydi waxa idin ku daro وقال قوم أشاك في كفر ما كافر وككبت ووقفوا وكتشوكسدين في كفر الشاك الثاني ولم يلزمه الكفر قال بذلك الإسكافي وبسرين وقال قوم أشاك الثاني كافر أيضا كذا ووقفوا في الشاك الثالث هذا كسد حد بكتير لك لبضك لبضك إسرائيلية واختلفوا في معرفتهما بالله نمان كتكفيرين وأشاعري ما تريدية كلابية أصحاب الحديث قالزين واي إلهي ميا قانان مسمية ميا قانا وجهلي كمعزلة كنقاشي فقال قوم إنهما لا يعرفان الله جل ذكره ميا مشبه مجبر إلهي ميا قانان وقال قوم إسكافي أما المشبه فلا يعرف الله وأما المجبر الجهمي فيعرفه والذين يذهبون مذهب الحسين حسين النجار بوجه النجارية لا يعرفونه بحث دير بيسيو ذا مركز وحكاه الله حوله هذا وحلو قصة من لها إياه وين كودي عرضت هذا بكاه الله أنت أنا هذا أخو سيسا وحول أرتق قليها مجبرة مشبيه ملقط يدك أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقاشها وحول واختلفوا فيهما أي في المجبر وفي غيرهما ممن يخرج إلى قوله هو كفر من جهة التأويل أي اللازم فقال قوم ليس من أهل الملة ولا من أهل من الأمة ولا من أهل الصلاة وقال قوم ليس من أهل الملة وهم من أهل الصلاة ومن الأمة وقال قوم ليس من أهل الملة ولا من الأمة وهم من أهل الصلاة وقال قوم هم من أهل الملة وأهل الصلاة ومن الأمة ما لم يكن قولا من جهة جحد الله ورسوله أو جحد التنزيل واختلفوا في دفنهم وتكفينهم والصلاة وصبيهم فأوجب الصلاة عليهم ودفنهم من قال إنهم من أهل الملة ولا يصبون ولا تصبى ذراريهم وقال قوم الحكم فيهم كالحكم في من خرج من الإسلام إلى ملة معروفة كالنصرانية واليهودية يصبون ولا يصلى عليهم وقال قوم يصبون ولا تصبى ذراريهم واختلف الذين أكفروا المشبهة والمجبرة في قتلهما غيلة مشبه مجبر ولودي الكرا ملكاي كرا سيأسنيشن هوسي ملؤوز دوي كرا أزول دولة اللوغين فقالت المعتزلة وأكثر أهل النظر لا ليس يجوز ذلك لأن الأمر فيهم إلى الإمام وقال هشام بن عمرو الفوطي أصوغ حويل قولي نك رافضة أساسية هي حقنا معزلقة إن المسلم إن ظفر مسلم كي يوجد معزلقة إن ظفر بمن قد صح ذكره وارتداده وجب قتله وأمن على نفسه المكروه فواجب عليه أن يقتله نك ظهر رأس كفيرس هذا اللي هو أركين وأقول خلاك شكل الجور وحسين غني مزوك يقولي وحي مركب عزيز كم عن رافين أشاك في الشاك أبدا ومحي وحكمهم على أهل الحديث وأهل السنة والجماعة إيو أهل البدع الرعصناء مجبر عفوا أشاعري جهمية إيو ما تريد وحلها ما ينجري كلابي وحي وحي كنت تكفيرية أي تصبتك قلي ومحي والحق وتكفيره بالحق وبالعدل ومسائل السنة المحضة حتى ميل ما قال كسر قلوا لسقط تكفير ماشي ميال ما التزام ميال مع الكفر يكون مجرو تاسع يحا حقو يرتقي تبصدو كوك قابس ذي إن مجبك الله تكفيريو ككوبان الله تكفيرو حقو قابس ذي بسرين بدن كوت أنت كان الله يسكو خلافين أما بغدادين وحيدا باشو بدن كوت الله وضو إلى قيام الساعة وحتى تسلسل كان مركز متسلسل باطلة بدعة مزه حتى وحلا شيء جمع ما وحنين وذا أنت سوقاته والله صشرتجا وركا كتاب بس كليك وما قرر مسوا دود عشان وان ضايع ما دين هاي مسحلا شيء بحثي قا قل يسا وحقوق قرية كتابك الفائق في أصول الدين وعلماء إليين ياسكله محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي كتاب كنت له وغرتار كتاب علوس وحمد سلوب كتاجي مجر وبحثي وحقوق قرية هاي قال بنقطع على قصدي إيه كذي
فصل القائل بالتجسيم بالتجسيم حوجة هذا تجسيم مجسما أشعري مرة هاني مطغنا مشبه لله تعالى فصل في حكم المجبرة وشن بقول سقاشن يو لح هل كاس وكب الله يا بحثيها هل كاس وكب الله هذا الكوف قيم بدنا طان ربنا وحكو جرا وكا فأما المجبرة فإن شيوخنا كفروهم حكى القاضي القضاة ويوجد قاضي عبد الجبار عن أبي علي الجباء أنه قال المجبر كافر ومن شك في كفر فهو كافر ومن شك في كفر من شك في كفر فهو كافر ثم بين ذلك أبو علي وصف هذا شنب قول سقاشن السقال الفائق في أصول الدين كتاب كان وحالي عدة الأكياس في شرح معاني الأساس لعقائد الناس وحايز كالي معزلية الدنبي ومطني شرح السارة عدة الأكياس في شرع معاني الأساس لعقائد الناس ما قاعد يقول الله يا بتنزمة هذا القول حقوق قرآن يصدح بقول أفر طري أفر مجلد كا لباد وحبلاً بأن ما كان كهيا سن مو يسن معه وكاب بحث قودي يتفرع على كفر المشبهة والمجبرة اختلف المكفر لهم في حكمهم في الدنيا ومعاملتهم هل كانوا بحث درهوك يعني واعلم أن الإسكافية وكثير من المعتزلة قالوا إن الشك في كفر المجبرة وعلقها الله في كفر اليهود والنصارى وكفر من كان معلوم من الدين بضرورة ما حتى أن كفر مختلف فيه قد عيما وعلقها الله حتى كفر اجتهاد أن قد عيما وما توحيد بلسكو تكفيرنا يا إلهي قالوا إن الشك في كفر المجبرة والمشبهة كفر ويتوقفون في الشاك الثاني وقال قوم الشاك الثاني أيضا كافر وكذلك الثالث والرابع وتوقف بعضهم في الشاك الثالث وقالت البصرية ونمن كرونا إن صوبهم كفر وإن خطأهم لم يكفر ولم يخطئ وركوا حقا بقول سنين شكت أن تكفيرين عاذرك أن تكفيرين وعيدا أنك عاذرك أن تكفيرين إنا هذا مشرك لا سحنا هنا وقال لا تصل سحنا هنا لما تكفينه أورك معزلة أزلا معزلة مركان نجازها ومعزلين بسريو إن صوبهم كفرة قليه القاعدة وده ده أورك قوي الدولة وين تقيبة كم بده وادم بعد مقالة كقرر جري إيه هذا كون ملاح جو جوجة إيه إن بدونه كم بده جديدة دي سامينت إن صوبه كفرة وكورن هذا كورن بنقال لنا إن صوبهم كفرة وإن خطأهم لم يكفر ولم يخطئ إذ لا يجب على المكلف إلا اعتقاد الحق وإخطاء مخالفه وأما أحكامه هل هو كافر أو لا فلا يجب إذ دليل كون الذنب كفرا سمعي إلا هو القضي وليس كل أحد مكلفا بمعرفته وإنما يكلف بها العلماء ولا إمة ومن جرى مجراهم بحد دير بيسيو دونو ليقيني حوليني غنيمتني ديارتنا إيكا الله يا وركاس أي معزلة شيئين سيفي عنه أمانة لو حاوسوا قوري وذاتك الأسماء والصفات للأستاذ المنصور عبد القاهر البغدادي من ظهر البغدادي كتاب كيسا مجلد كصدحات أنا قلت له قرية أصغر أصغر يقول ضمبي صفحة مجلد كصدحات صفحة السقاشن يلح الفصل العاشر في بيان حكم معاملة أهل الأهواء ومورثتهم وقتلهم وسبي ذرارهم أقوال أهل الأهواء في معاملة مع مخالفين قالت المعتزلة كلها معتزلة وحيدين بإكفار أهل السنة والجماعة بإكفار أهل السنة والجماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي لقول الفريقين بإثبات الرؤية وإثبات العلم والقدرة والحياة والبقاء لله سبحانه وتعالى سوف نكا باشو ديك سمته قال ولقولهما اهل الحديث اصحاب الراي محي اذني اشاعره كل محي اذني ولقول بان القران كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولقولهما ان الله عز وجل هو الخالق للخير والشر من اكساب العباد وغيرهم وانه لا خالق غيره ولا مخترع سواه وان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وسموا من قال بهذه الاصول التي ذكرنا مشبها او مشبها ومجبرا وركم عاديا من سماع الدحرة وسموا من قال بهذه الأصول التي ذكرنا مشبها مجبرا وزعموا أن إثبات صفات الله تشبيه
وإفراده بالخلق والاقتراع إجبار، وأفتوا بذلك بالتكفير المشبهة والمجبرة، وهم يعنون بها بهما أهل السنة والجماعة الذي ذكرناهم، وزعموا أنه تجب استتابتهم فإن تابوا إلا قتلوا، وزعموا أيضا أنه لا تحل مناكحة وأكل ذبائحهم. وكان ثمامة يقول بجواز نكاح المجبرة والمشبهة، وأنزلهم في ذلك منزلة أهل الكتاب. سفي عن بوسك بركي معزلكوش إن كتبت هذا هل لير، ولكن أنقاروا في الشاك والشاك أنقاروا انت قواسك قلتك، واختلفوا شاك وحيقوا خلافه وحلقة هلوان بحي أصحاب الحديث يو أصحاب الرأي يو أهل العلم يا الربي قال، واختلفوا أيضا في تكفير الشاك في تكفير مخالفيه. قال أبو موسى المردار بكفر الشاك في كفرهم، وكذلك حكم الشاك في الشاك. وقطع آخرون منهم بالتكفير الشاك الثاني، وبي قال الإسكافي. وقال الجبائي لا يكفر الشاك الأول، وتوقف الكعبي في الشاك الأول ونن كتاب قسقلها. واختلف أيضا بعد دير بوصيو حتى تأويل كوحي كقبين يماشي نلمرين إلى هالكاس وقي مركز وحورة. وأما أصحابنا أطان شاعرنا وحن أمي سبر أمي سينابو، فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الروافد والخوارج والنجارية والجهمية، فقد أجازوا لعامة المسلمين معاملتهم عورا نقونا وحن كجمع هذا شعرنا هاي إن المعتزلة هاي قالوا وركز مركو حانو قجي هذا إن أذكوا قاتان وحسو قري الإمام أبو الحسين الملطي ووركز يعني لغو خلطمين. أما نين كفر قسو معلومة ديني بالضرورة ياهي نينكو أغادي قاليسين وايهي أسقاك قالسا مناتكونا والجهل بالله أو بحقيقة الإسلام أو شئنا الثأو فانتان أو الكفر بالطاغوت أسدين بالدمي كل وآثار إلا راسي كب الله بنا يكنا كعا يكنا فرعما سلفنا يكسوي لهذين. والجهل بالله وكفر قبل الخبر وبعد الخبر هل مسؤولوا إرعى التنبيه هذا شال مركا مرين مزلها وشال مرين وحنصوش شاقني هذه سنة آية هاي يا خيرك يا هاي إن كفر قلقو حسريو بالسمع وحمده أقو في عام ها معتزله كفر قلقو حسريو اللي قوني ولا السمع الدليل قطعي هذه سنة ما حد قاطعه معزلة ومضى وقف عن أيها على الراحة معزلة نسكن نقنو. لكن بين أن صلىين ونسلف قصو قنين ونسحب الحديث أي سنقم فقنا إن قبيا الله تيرين هذا الكي كنت سوق بقبيس وإنت وحي مركا أن كتغينا إذن كاس فردق صوصح السؤالي سكيني دونا كلمة هل مسروي دمان ومركا استحلالك يعلاقة سوا جمعة صوصح وهل فردق إن شاء الله تعالى مالك خميس دوات في سعنتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.